كل يوم بداية جديدة، وامبارح كان بداية جديدة عشان نكمل اللي بدأناه. أحلى ناس دول ولا إيه؟ وأحلى شعب ولا إيه؟ أنا من سكان المقطم، ولقيت إنه عندنا في شارع 9 يا منمن، طول شارع 9 لحد ميدان النافورة احتفالية كرنفالية عظيمة جدا، شباب وستات وكبار وصغيرين وأطفال قاعدين لحد الصبح بيحتفلوا بإنجازهم، بيحتفلوا بمصر وبالمصريين. ألف مبروك لمصر وألف مبروك لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مساء الخير عليكم طبعا وعلى جمهورنا، ومبروك لمصر، مبروك للعالم العربي، لان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لكل العرب الحقيقه، وفي انجازات بتتعمل وفي وقفات مهمه بتتعمل. خلينا نقول ان احنا فعلا زي ما كانت بتقول ايمان وهبه، يمكن الكاميرات ما نقلتش كل الاماكن، لكن المتحده حاولت تنقل في اماكن كثيره جدا امبارح، لكن في اماكن ما حدش حس بيها. الناس طالعه فرحانه، الناس مبسوطه، الناس كانت بتعلق اعلام على عربياتها وفي البلكونات. الحقيقه احنا عندنا والله العظيم سيادة الرئيس الناس بيحسدون عليه. انا بقعد مع اصحابي، مش عايزه اقول من اي دوله، بيقولوا لنا يا بختكم بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الفتره اللي جايه ان شاء الله هنستكمل المسيره ورا سيادتك، ومسيره التنميه المستدامه والنهوض بالصناعه وبالتعليم وبالصحه وملفات كثيره جدا سيادتك بدات فيها وهنكمل فيها باذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. من اجمل يعني الاشياء اللي موجوده في الخبر ده ان احنا هنكمل على اللي اتبنى، مش هنهد ندي من جديد. فبنأكد اكيد يعني مره تانية بنقول مبروك مبروك للمصريين ولمصر فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتره رئاسيه جديده، واللي تم بالفعل الاعلان عن اسمه رسميا امبارح من الهيئه الوطنيه للانتخابات في المؤتمر اللي ممكن نوصفه انه كان مؤتمر عالمي. عالمي من ناحية التنظيم وحضور وسائل الإعلام من كل مكان والمراسلين والصحفيين. الحقيقة أن امبارح المشهد كان في منتهى الجمال، وكمان بعد إعلان النتائج شفنا زي ما قلنا وإيمان ومنى وصفوا، شفنا في كل شوارع مصر الناس بتحتفل بانتخاب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفنا الاحتفالات على الشاشات. مشهد مشرف يعني يحسسك بالفخر، وان دايما المصريين عندهم وعي وعندهم حكمه وعندهم درايه ازاي يحافظوا على بلدهم وازاي يحافظوا على وطنهم. عارفه يعني هبه، انا نفسي اسمع ايه من الحاجه ياسمين الحصري، المصريين هم. يا سلام على الجمال، وحيويه وعزم مهمه. لا بنمسي عليها يا رب تكون سامعانا. يعني بنمسي مع حاجه طبعا نور البرنامج، وليها اغاني وطنيه جميله حماسيه جميله، عايزين نسمعها. اشتقنا. شفت لها كده حلقه كده مره ان شاء الله. يا رب يا رب توافق. مش حاجه ياسمين، لا الولاد يغنوا قدامها وتسمعهم وتفرح بيهم باذن الله. يا رب. يعني شفنا الفرحه في الشوارع، شفنا السماء منوره في احتفالات المصريين. كلمينا يا ايمان امبارح عن المشهد زي ما شفتيه يمكن حواليكي. بصي زي ما قلت لك انه الناس فاهمه وفخوره قوي بالحاله بتاعه الوعي والادراك اللي المصريين كلهم وصلوا لها، نضج سياسي، احساس وطني، مش بس بالكلام لا بالافعال، بيترجموا حبهم للبلد بافعالهم. الحب مش كلمه بتتقال، قرارهم، اصحاب قرار واصحاب كلمه، وقدروا ان هم يوصلوا في توقيت صعب جدا على العالم بشكل عام وعلى الوطن العربي بشكل خاص، حققوا انجاز وانتصار مهم جدا لينا كمصر، جمهورية مصر العربية اللي هي مركز ثقل في المكان. مصر بخير، الوطن العربي بخير. أكيد. وحتى لو في بعض الملفات أو بعض القضايا أو أخواتنا أشقائنا العرب في كل مكان عندهم مشكلات، إيدنا في إيد بعض وكتفينا في كتف بعض. صحيح. وهنكمل وهنحل إن شاء الله، وكله هيبقى بسلام. وتحيا مصر. وعايزة استكمل يعني أنت يا هبة قلتي الكبار في السن نزلوا والصغيرين كمان شاركوا، ودي حاجة جديدة. الشباب ونسبة الشباب لو اتفرج وعرفنا قد ايه كانت نسبه الشباب في التصويت، ما اعرفش عندنا نسبه ولا لا، لكن هنلاقي في وعي عند اولادنا. بس شفنا في الطوابير وشفنا في الفيديوهات شباب كان يتصدر المشهد بشكل رائع جدا جدا، وده اللي لفت نظري وطمني على المستقبل، لان هم دول قاده المستقبل، هم اولادنا سواء بنات او اولاد هم قاده المستقبل باذن الله. حاجه مشرفه وجميله واحنا فرحانين، والواحد فخور ان هو مصري. صحيح. شباب وبنات مصر وستات مصر. وحاجه كمان جميله جدا لاحظتها، حتى انا كنت بنتخب يمكن لجنتي كانت في مدينه نصر، شفت اسر كتير معاهم ولادهم اطفالهم، حرصا منهم ان هم يتعلموا ويتعودوا ازاي يكونوا مشاركين، يعني لما يكبروا في ادوارهم الواجبه عليهم، هي مش فضل ده واجب على كل مصري يتعلموا من صغرهم.
صراحه كمان احنا لو نتكلم بالحق بقى عاوزين نقول ان احنا لازم نشيد بالتغطيه الاعلاميه العظيمه والمحترمه لكل قنوات وصحف ومواقع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. يعني خلال فتره الانتخابات الرئاسيه 2024 ووقوفهم يعني على مسافه واحده من جميع المرشحين، شفنا شغل حقيقي فيه مجهود كبير جدا، نقل الصوره بالكامل من كل انحاء مصر، من كل انحاء الجمهوريه على مدار كل ايام الانتخابات وما قبل ذلك كمان، يمكن شهرين واكثر شغالين كل رجال المتحده من اصغر حد يمكن سنا، مش هقول اكتر من سنه لانهم كلهم كبار في المقام، كلهم ترسل يعني في عجله الانتاج. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، بوجه لهم كل التحيه والتقدير والشكر، ودايما كده واقفين في ظهر بلدكم بتنقلوا صوره الحضاريه الحقيقيه الواقعيه للعالم كله. صح طبعا صح، ويعني كلنا جنود في كتيبه الاعلام، ما هو اصل يعني احنا جيش، الشعب المصري جيش، قوات مسلحه ليها كل التحية والتقدير، لكن كل حد جندي في مكانه، كل حد بيحب البلد دي وبيخدمها بقلب وبصدق وبوطنية، فكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في خروج هذه الملحمة الوطنية بهذا الشكل الرائع، ووصلنا لهذه المرحلة والنقطة دي من الانتصار للمصريين. تاني عايزين نقول ان ما حدش بيشتغل وحده، زي سيادة الرئيس ما قال من كذا سنة انه انا يعني معيش عصا سحرية، عايزك تشتغلوا وتصحوا بدري وتعملوا مجهود، كلنا هنشتغل كلنا في كل مجال هنعمل مجهود عشان ننجح بلدنا مصر ونقدر نكمل مسيرة التغيير الكبيرة اللي بتحصل عشان نسابق العالم الحضاري المتقدم إن شاء الله. ورغم يعني المشهد كمان ده، رغم كل الحاجات، رغم الأزمات العالمية الاقتصادية في كل العالم مش في مصر بس، لكن الناس نزلت. صحيح. الناس ما بيهمهاش كيس السكر ولا الزيت، يهمها الأمان والأمن. صحيح. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل السيناريو ده عشان الناس تشوف إن احنا قد إيه في أمان وقد إيه في أمن وقد إيه إن أنت تبقى نايم مطمئن في بلدك بيحسدونا عليها العالم كلهم. فمبروك لمصر وتحيا مصر. الله ينور عليك، انت قلتي كلمه بقت النهارده موجوده في قلبه وفي باله وفي عقل كل مصري، انه نعمه الامان، نعمه ان يبقى عنده ارض ووطن وقياده قادره انها تحميه وتحافظ على بلده، لا فارق معاه اكل ولا شرب ولا اي حاجه. وان كان احنا كمان متفائلين ومتاكدين ان باذن الله اللي جاي كله هيبقى خير، فيا رب اللهم امنا وسلاما ورخاء على مصر والمصريين في المرحله القادمه باذن الله، واثقين وحسن ظن في الله.